ايه السلام عليكم، اسعد الله مساءكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في بث المانوا الاسبوعي اللي يجي كل اسبوع والمخصص في مانوا سولو. للي ما شاف بث مانجا ون بيس نقول لكم بكره ما في بث الانمي، ولا تنسون المجال. رجع الحوالات تعود كذا 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 صداع. والله الصافي جاسم عندك صداع على جسمك تسبب علينا كله من ذا يا شباب. مستقعد في شاوية زاوية ذا مستقعد. لا بس صح عشان ما تخرب تعال انت هنا وعكس انت. لا 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 خلاص لا قعد. احنا جيت مليون مرة استوديو ما صلحت الا الحين. لا والله عاد يعني ما كنا نهتم لل. يلا تفضل باليمين. عاد ترى اذا جينا نبدا الاسئله لازم نبدا من هنا. سلامك يا اخوي. طيب فصل سولو للامانه فصل مجنون. يعني انا من اول ما جاء شفت الدير مجتمعين قلت كسر الله قرنهم شيطان. ايه الملوك الشياطين مجتمعين. و يعني لحد الحين مثبت كلام ماجد ان لسه ملك الظلال مو مسيطر، بس ان جسد سونغ قاعد يتحمل الظلال. هذا في صدمه، والصدمه ان الحين اكتشفت برضه صدمه كبيره بالنسبه لي ان الملك التناني وملك الظلال هم اقوى ملكين طبعا. اي بصراحه صدمه. لا بس انا اشوف ترى اشوف ملك الظلال اقوى. بقول لك ليش بس كمل. حسب الكلام اللي قاله ملك الظلال اقوى من التناني. انا مو قال خلنا استناه يجي، ما قال خلنا هو يقاتله. شوف يا ماجد اللي انا فهمته زين انه اللي عادله بالقوه هو ملك الثاني. يعني اذا كان في احد قريب منه فهو ملك الثاني، غير كذا يعني البقيه كله مزعج كذا. اساسا ملك الصقيع قال انا ما راح اقدر اقاتله بحالي، لو رحت بحالي حيجلدني حيلطمني على وجهي وارجع. يعني ف كان يحتاج مساعدتين. ف الغريب في الموضوع انه يعني الوضع صاير عند الملوك كذا انه كل واحد يطنخ من راسه، ما في يعني ملك من انت توجهني. اي ما في احد يقول لهم لا. يعني يصير في يعني مثلا شظي اللامع الواضح انه كان هو المسؤول عن الحكام طبعا واحد القرايه، لكن هو المسؤول عنهم تقريبا تقول. فهنا نفس الشيء بس انه هلا ويلكم باك معاذ. هنا ولا هناك؟ لا العكس خلاص صدق دينا. لا انا زيك دينا يعني انا كنت هناك. اي مساكت هناك. لا من ساعه كان اقعد هنا كان هنا ترى هم حيزين من دوشي لا تحوسوا اسكت. طيب فالفكره ما فيها انه هذه الصدمه الاولى بالنسبه لي كانت، وهي اللي يمكن الاهم. اقطع ام الحبل وايش نقول لكم يا ولد. شفت اني نعمه توني جاي. نعمة من بريدة ولا نغمة من غيرها من. طيب بديت والله نحبهم كلهم. طيب فنرجع لموضوعنا. صراحة عجبت في ملك الظلال أكثر يوم قالوا إنه يعني مو من شيء ما يستخدم السم ولا ذا. يخرب بيته أقسم بالله. هي على طاري ترى في تعديل في الترجمة اسم ملك الظلال حقيقي ظهر. اي صح شفته. اي عاشبري. اي طلع اسمه أشبرن اسم ملك الظلال. أشبرن أشبرن نايس والله. كان معضل اسمه كذا معضل. ايه ف انه كان يقول لنا ما يغدر ولا من اسم الاشخاص اللي يغدرون. صراحه يعني كبر في عيني اكثر واكثر. ما بنت يا اخي الله يكسر قرنك انت الثاني. فللامانه عجبني هذا الشيء. سونغ طبعا هو جاي قاعد يخطط كيف انه ممكن يواجه الملوك، وانه اساسا ما اقدر انقذهم كظلال. وقاعد يتذكر كلام الملك ريجا. كثير من الشغلات وضحتها الفصل. يعني احس فصل اعطى ليفل اخر لمانوا سولو. اتناقش معكم اكثر نسمع رايكم. وين التلفزيون؟ وين الباب؟ ما اعرف ليش اشوف الجدار ومعاذ كيف طلع من هناك بدون باب. اي صح متعودين من الباب. طيب صاحبي الفكره انا ما كنت كلنا مو بس انا. اي اوه صح انت معاذ. اي بس انا معاذ.
الفصل طبعا انا قلت يعني جيت اتكلم بالتقييم قلت هذا اول مره اشوف فصل كله يعني هدوء كذا راكد كذا والفصل حماسي فخم وضخم وعشرة على عشرة وما تقدر تقول فيه ولا شيء يعني صراحه من فخامه ملوك من هيبه ملك الظلال السابق من سونغ من كل شيء من كل شيء فصل كامل وكل شيء فيه شيء اسطوري كلمتهم على ملك التنانين هذه كلمة صراحة مرة قوية يقولوا إنه هو مو بقادر يجي على ذكر شو هو مو بقادر يجي لأن ما في جسد من يسوي سلا عليك سقاط الدار الباب جاء ثانية يقول هو مو بقادر يجي لأن ما في حاوية تستطيع إن تتحمل جسده بينما إنه المهندس سوى حاوية لملك الظلال فأعتقد إن المهندس عنده القدرة إنه يسوي حاوية أيضا لملك التنين بس أعتقد إنه ما رجعوه لغرض مرة مهم أعتقد إنه هو كان يعني شيء قوي وما يسمع له ملك التنين إيه التنانين يعني نفس نظام لا هم نفس نظام أكنولوجيا عارف نظام لا اللي أنا فهمت في الفصل أحمد إنه مش مقدر ما يبون ما قدر يعني إذا ما في حاوية له في هذا هم حاليا يتكلمون يعني أنا أحس إنه في بعد في ذيك الجهة إيه وفيها الكوكب هذا عشان تجي فيها أو تكون موجود فيها أو العالم هذا لازم تدخل جسد يحتوي يا سلام عليك طيب شو سووا سونغ المهندس يا سلام أنا أقول المهندس عنده القدرة إنه يجي بس ما رجع ملك التنانين بسبب والمهندس أيضا يعني جسد سونغ خلاه يسوي نظام حبة حبة طب ما يقدر يسويها مرة ثانية المهندس الا صحيح مدير الفكرة وليه ما سواها اعتقد ان لان ملك التنانين نظام التنانين عارف ان انا الاقوى وانا اللي احكم وانا اللي اسوي من راسي وانتم كلكم تتبعوني ولا جلد انا اخذ نظام التنانين وهذا السبب الاكبر يعني قال خلنا ننتظر ملك التنانين في عندك اكثر من منظور ممكن ان معنا ممكن علينا وممكن 100% لا بيجي معنا بس لأن ما في جسد يحتوي لازم يسيطر على جسد قوي خلينا نتكلم عن نقطة مهمة على دي النقطة هذه إيه هذا نفس النقطة أكمل كلام تمام معلش لا تقطع كلام يا أبو خالي إن شاء الله والله قول أن يعني أشوف إنه فاللي وضح لنا إنه فعلًا ملك التنانين وملك الظلال إذا ما كانوا على قدم المساواة سونغ في وقت قتاله مع ملك التنانين راح يوصل لمرحلة أقوى من ملك التنانين لكن حاليا يفترض أن ملك التنانين أقوى من سونغ بالدلالة أنه جسد سونغ موجود ومحتوى وما في جسد قادر يعني يجي في ملك التنانين أنا أشوف صراحة يعني في اللحظات هذه يعني في قصة سولو ملك التنانين له الأفضلية لما ينزل ملك التنانين سولو بيكون ارتقى سونغ بيكون ارتقى بالقوة وبيصير وصل لنفس الليفل وتعداه وراح ينتصر عليه طبعا بس مش بالسهولة أما بالنسبة للملوك على النقاش الأول هل سونغ بقوة ملك ولا مو بقوة ملك طب لا تطلع من النقطة يس اللي واضح طبعا لو أنا ما أقدر عليه وقال ذاك اللي راح الملك الظلال زي اللي راح الموت هو شيء صراحة في بتاع. العالم هذا طبعاً حالياً يا حتى في العالم السابق ما حد يقدر عليه ملك الظلال نعم بس سونغ لا أنا حسب ما فهمت يعني مثلاً لو تأخذ سونغ مثلاً وتوديه في العالم الثاني اللي هناك ويضارب مع ملك التنانين بقوة الحالية اللي موجودة هنا التنانين بينهزم سونغ حتى الملوك الثانيين فهمت لأن الملوك الحالية موجودة هنا بأجساد حالية مختلفة سونغ متفوق لأن الجسد اللي عنده في مصمم خصيصا ولحد الحين اشوف انه ما اظهر كامل قوته هذا حسب كلامهم برضه انه لحد الحين ما وصل كامل قوته لكن بالقوه اللي موجوده عند سونغ حاليا قادر انه يجد الملوك هذا شيء اللي موجودين حاليا كلهم يقدر يجدهم واحد ضد واحد سونغ هو المنتصر طيب تبون شيء نجيب لكم شيء يتكلم في النقطه فبس عاد ترى ما قيمته اسوي شو نقطه ملك سكر زياده انا اشوف ان سالفه ان ملك انا اشوف ان سالفة ان ملك التنانين ما جاء ان ما عنده حاوية لا هي سالفة مو كذا هي سالفة ان لا انا اتكلم عن كمل لا تخش بنص السالفة يا اخي بتكلم درجة لا النظرة لحالها اسمع قطع ابراهيم وقطع يستاهل يستاهل ما قطع كمل كمل شباب يدنا المهم
فايش كنت بقول انا ربي ملك وزعلان عشان وقوي عيب. شكرا لحوم حبيبي شكرا الله يحفظك. قاطعوا قاطعوا ما عاد زياده قاطعوا. هذه قهوه قهوه جايب لي قهوه بدون فناجين شلون اشربها؟ هذا فنجان اي واكل هذا هذا فنجان موجود يا اخي يا حبيبي هذا فنجان ليش تقطعون هذه كليجه تاع السعر ليه انا ماني دب الزاويه طلعتني دب ليه ها الله يجي بزعل ايش فيهم دول يدورون مشاكل الحين تفضل يا سلام الاخيم قاطعني وقطع ابراهيم ناوي ليش تقطعهم انت تفضل قول لي مشكله انت وانت لازم ترد يعني تحكي ولا اخيم ما اعرف ارد جاز ما كان موجود الفصل لا عشان ما شاء الله اول اي شباب ايش سمعته انا هنا اسمع والله تخلوني مو ضحك طلعني انا خليك خلوه يتكلم ولدي ما هو اللي قاطع وهجموني انا يلا تفضل انت قاطعت احمد يلا يلا تفضل يا عاد انت ولدي يلا معاذ ايش الوقت ايش الوقت لا اخوي اخوي انا صغير مرض عليه انا لو سمحت يا شباب هذا اخوي صغير يلا سامي براك يلا قل والله العظيم يا احمد ها ترى انت صديق عزيز وغالي انت قاطع يلا بسم الله انا اقول ليش انا لميتم استدعاء ملك التنين بسبب انه اوريدي كانت الخطه انه لم يكن له داعي انه يستدعى في هذا العالم بسبب انهم يستطيعون اسقاط الحكام بخطتهم الحاليه وكانت خطتهم الحاليه انهم كان المهندس يصنع المده المدار من السنين حاويه تستطيع استقطاب ملك الظلال في هذه الحاويه لكن اللي صار انهم يعتقدون ان المهندس خانهم وجعل ملك الظلال في صف ال هذا اسمح الكلام ركز عليه يا اخي كمل كمل انا قاعد ارد عليك انت اذا انت ما نظرتي بتلخبط يا اخي بدي اقول كلام يا هذا المهندس ناظر الكاميرا ناظر الكاميرا وين الكاميرا هنا ولا هناك كاميرا هنا ف يا سلام قول قول يا ربي وين وصلنا احنا ايه ملك الظلال يظنون ان المهندس خانهم اي بان المهندس خانهم فعشان كذا حاليا يوم اختربت الخطة حقتهم يقول ما عندنا وقت حتى ان نجيب حاول ان الخطة الاساسية كانت الحاول ملك الظلال ملك الظلال لحاله بقوة العظيمة تكفي لاسقاط الحكام لكن صارت الخطة هذه ويقول ان ملك الظلال ها ما في احد يقدر يقارعه الا ملك التنانين بس احنا هل عندنا وقت ننتظر ملك التنانين نسوي له حاول والحاول هذه تضبط فيها واذا ضبطت الحاول هذه يمكن الحكام ترجع قوتهم جديد لهم قاعد يسقطون الحكام حبة 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 فإذا أعطينا وقت لما تجي حاوية ملك التنانين هذا الشيء بيكون ضدنا مو لنا عشان كذا هم قالوا لازم يسقط ملك الظلال بأسرع وقت أو حاوية ملك الظلال بلا صح فأنا أشوف أن هالشيء ما له علاقة أن ملك التنانين حاولوا لا هم لا يستطيعون حاليا بسبب أن ما عندهم التايم المناسب أن يصنعون حاوية لا لكن المهندس هو اللي يصنع الحاوية أنا ضد هالشيء طيب الفصل رائع جدا اسطوري خرافي يعني انا اشوف انه تم تاكيد عندي انا خاصه انه ملك التنين هو اقوى ملك ملك التنين اللي ماله يعني حاوي يعني صراحه حاوي مو زباله هو هي تحوي الوسخ اي تمام اي حاسس انه الظلال نظيف انه ماله يعني حاويه هو هذه حاويه القهوه حاوية لغويين ما له علاقة شو إذا واحد قال أنا بحتويك أنا بدخلك في زبالة يعني الحين أنت صانع محتوى في اليوتيوب أنت صانع زبالة الحين تكلم عن ناسك إنه ما له يعني شيء يحتويه ملك التنانين صعب والله صعب الكلمة هذه بيقول له صراحة إنه قوي نفس نظام ملك الظلال ملك الظلال مهندس اتفق مع الملوك وزين النظام وطوروا حبة 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 لين ما وصل للقوة انه ياخذ الظلال ويصير ملك الظلال يقولك استخدم وعاء افضل وعاء ايه هدوره وعاء ايه ما له وعاء فملك التنانين من قوته
يا تسوي نفس نظام المهندس او ما في وعاء يمسك ولا في وعاء يجيه يعني او انه يتحمل هالقوه اللي تجيه. للاسف في كلام انكسر قلته انا اللي هو الملوك الحين باجسادهم الحاليه مو باجسادهم بعالمهم باجسادهم الحاليه اقوى منهم سونج على كلامهم واعتراف ذا، ولكن ما زلت اقول يهبى سونج بعالمهم او بالعالم حق الملوك. ثانيا سونج راح يتعب مع الملوك كلهم وراح يعض الارض قدام ملك التنانين. تبال انت ما يصير الكلام سونج اول ما كان يقول يعاني مع الملوك ذولي بجسادهم الحاليين ما راح يعاني، بس بجسادهم الصدية اللي هناك قاعدين راح يعاني. اقول انا اسف يا سونج على الكلام الاول وانت كفو وتقدر عليه. قلت انه انا انكسر كلامي وذا كل ذا يعني. لا انت انا اسف يا سونج انك تقدر عليه. انا اسف يا سونج انك تقدر عليه ومن ذا. طيب سبحان مغير احوال. نهاية الشابتر هو الصراحة الشيء الفخم الشيء الاسطوري اللي هو الخناجر. حبيت يعني القوة الجديدة اللي جت سونج. مع ذلك احس انه يبي يعني يتخلى عنهن بقدرة جديدة أو بقوة جديدة بس. ليش جايبهم صياد أمه جايبهم يعطيهم ما تدخلين في العالم. ترى والله أنا قلتها وقت اللايف ريكشن تذكر قلت راوند دروب من كاميش وهم لهم علاقة بملك التنانين. ايش قلت؟ ما تذكر؟ لا. إن اللي مسويها ملك الظلال نفسه. أول شيء أنا قلت ملك الظلال. بعدين قلت لا لأن هذا كاميش. إي على الطاري لازم نعتذر لأخونا كيوي. قال عفوا عثمان ربي قال ان ملك الظلام عنده سيف وحنا اعتراضنا وصارت لا ما عنده سيف ما ظهر هذا مشكله سيف فصل اكثر من 15 مره شلون ما شفت انه عنده سيف ما عنده سيف حصان وكل شيء هو راكب الحصان سيف طالع والله ما شفت السيف والله سمعت الصوت طيب كنا تكلمنا يلا احكي دحوم احكي عن شنو على انت لك ثلاث فصول ما شفناهم كذا تفضل احشي اللي يقول اللي بدك الا ما يجمع افكار صبي يعني انتم عن شنو تتكلمون ودي انا اخش يعني عن ايش تتكلم عن الفصل ككل تقييمك للفصل رايك الملوك والله ان كلامك طلع غلط بس فعلا قوه الملوك لا بدري عليك والله فرق بين ون بيس هنا قبل شوي حرب والحين لا انا واحمد سوري انا اقول لك اللي يدخل بدري الاتحاد قوه ايش قاعد تنكسرون ان شاء الله انا دحمت لنا نفوز ان شاء الله بعد بوان ونرجع ايه انا دحمت لنا نفوز وبدر شوف اسمعي شوفك معي معي انا والله اتحدك قسم بالله يبي اجلده ترك بجنبي انتبه لعب حديد ترى قاعد اعززها الحين اقول لك كفو طيب الفصل شوف هو بدايته جدا عظيمه ثم دحدر كذا جاب لك شيول كنائب وصار في نقاش مين يكون النائب صار يعني هبوط صراحه ما له داعي يعني قلت في احيانا في بعض الامور اللي لازم الكاتب يجيبها على اساس القصه تمشي من كل الزوايا لكن هذه زاويه صراحه ما خلاص المفروض ان يعني وصلنا مرحله اكبر منها ان سونج تحدى الملوك حرب جايه مع الملوك انا ايش ابغى لما يكون يعني انا شو استفيد ان في يكون شخص رئيس نقاب الكوري عشان يحمي او ين او يسيطر على خمس نقابات لان خمس نقابات هذه خلاص ما تسوى كلهم بكلمه واحده يجيبهم على وجههم سونج ف ضيع لي صفحات بالنسبه لي يعني ما حسيت لها لازمه وجهة نظري يعني خصوصا بالجزئية هذه ثلاث صفحات اربع صفحات يعني حسيت بس هي جزئية حلوة بس اقول لك يا بعدين قلها ممكن ما انتبهت لها نقاش الملوك يعني وضحوا فعلا ملك الظلال جدا 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 مرة اسطورة جدا قوي وما يبون يحتكم فيه سواء كوعاء او جسد حقيقي وكذلك اكدوا معلومة انه في حاكم في ملك يقارن مع ملك الظلال هو ملك التنانين او ملك الدمار ملك التنانين فحاب الجزئيه هذه لانها توضح انه في فصل السينلر يوم التقت مع سونج ذاك الفصل قالت له انا شفت قوه قبل كم فصل جلست معي كانت في امريكا الجلسه الثانيه قال لها ايش اللي شفتي يوم انت انغمستي وشفتي العيون قالت انا شفت شيء او شخص قال لي ارجعي تجهزوا للحرب حلو مبدئيا
كنا نظن ان هذا الشيء او الشيء اللي شافته هي هو الظل اللي داخل سونج او الشخص اللي داخل سونج، لكن لربما ما يكون هو. ها ملك التنانين ممكن يكون يصير هو. ملك التنانين هي اللي قابلته، لاني قالت في المره الاولى شفت واحد داخلك يا سونج، المره الثانيه يوم كانوا الناس يموتون وانا قاعد اشوف احلام تعمقت في الحلم لقيت شخص يمتلك طاقه تشبه طاقه تشبه طاقتك انت. مين الشخص اللي يمتلك القدره اللي تشابه قدره سونج؟ هو ملك التنانين. طيب الان هل ملك التنانين موجود او في عالم البشر عالم نركة حاوي او وعاء؟ هذا شيء غالبا لا يبي يجي، بس في احتمال كونه هنا في مهندس يطلع ملك الظلال في جهه في هذه الارض، ربما في جهه اخرى في مهندس اخر، بس انا استبعدها. قال لك هذه الارض لا تتحمل قوه ملك التنانين. ايش يبغون الحكام حاليا؟ يزرعون قوه، يزرعون مانع على اساس تتحمل الارض قوه الحكام. لا الحكام، الحكام ليش يطلعون بوابات؟ يقوون للاسف. لا مالك 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 العمالقه قال لك بنغطي كل مكان، الحكام يقولون يغطون المكان كله بالمانع علشان الحرب، عشان الحرب، عشان زي ما يقول هم اصلا حابسيني على اساس اكون اساس للحرب القادمه، يبون ينشرون المانع وينشرون القوه عشان الارض هذه تتحمل القوه اللي بتصير فيها الحرب. اذا نزل ملك التنانين ما الارض ما راح تتحمل، هذا الفكره. فالان ملك الظلال وملك التنانين هم اقوى قوتين ضد الحكام، اللي ربما الحكام اصلا جميعهم اقوى من الملوك الا اثنين، ملك التنانين وملك الظلال. الان انا انصدمت انه ملك الظلال يعتبر خاين له، خاين للملوك. ليش هذا يعني كلام ذكر من ملك العمالقه؟ انت يا سونج او انت يا بشري بمجرد اخذت قوه ملك الظلال فهذا يعني ان باراده ملك الظلال اعطاك القوه فانت خاين لنا، الحكام والملوك راح يطردونك. فالان ملك الظلال من زمان كلام مهندس طبعا أكد ليجا، فأنا ما راح يعني أنا الحين عندي شك في كلام مهندس أكد ليجا. والآن في هذا الفصل الملوك ثلاثة يبون يقتلون سونج، ليش؟ لأن عنده قوة ملك الظلال بإرادة ملك الظلال، لسه ملك الظلال ما طلع، ممكن إنه هو ما يبغى يطلع بقوته الكاملة لأن الأرض ما تقدر تتحمله، ممكن لا ملك الظلال ما قدر يستحوذ على سونج، وأنا أرفض هذه الفكرة، ملك الظلال يقدر يستحوذ، والدليل إن الحاكم في جسد رئيس نقابة كوريا جوجون كان بإمكانه يستحوذ على جوجون في أي لحظة. لو استحوذ يكسر الوعاء ويموت. وهذا الفكرة، لربما هو مالك الظلال إلى الآن قاعد يبني سونج وما يبغى يكون مع الملوك، ما يبغى يكون مع الحكام. إيش هدفه ما أعرف، لكن الأكيد إنه ضد الملوك. الأكيد إنه ضد الملوك لأنه تحارب مع بران في الفلاشباك وقتل بران، وثلاث ملوك الآن يبون يقتلونه، فالأكيد ضد الملوك. طيب اذا تسمحوا لي أي بس تذكر هذا حامي بيقول وماجي بيقول الحكام طرف والملوك طرف وسونج والبشر طرف ثاني والمهندس خاين وكذا ثلاثة اطراف. لا انا ما اشوف ثلاثة اطراف، انا اشوف طرفين الحكام مع البشر بس مش كلهم بعضهم. على كل في نقطة بس حابة اتكلم فيها. اذا تسمح لي النقطة اللي انا بحب اتكلم فيها سالفة المهندس. طبعا المهندس أما جابوه هنا عشان إنه ينقذ اللي هو ملك الظلال بطريقة خاصة. المهندس صار جي جي رجع العام اللي أنا أشوفه حاليا إنه أي شخص والملوك ما يأخذ نشأة. خلنا أكمل لك عاد، خلنا أخلص بعدين نتناقش يعني. أوكي المهندس صار جي جي ورجع العالم اللي فيه الملك التنانين أساسا، اللي واضح لنا الملوك اللي هنا موجودين كلهم خلاص موجودين في العالم، ما لهم أي اتصال بالعالم الثاني اللي فيه ملك التنانين، فهم ما يدرون اساسا هل خطة المهندس ناجحة او فاشلة، حتى ما يدرون اذا المهندس مات ولا ما مات زي ما قال معانته الحين، ما يدرون انه هو ذا، فلانه رجع هناك ولا يقدر يتواصل معهم حاليا، يحتاج له وقت عشان يقدر يرجع، لانهم قالوا في سنة وفوق ايه يعني قال في الفصل انه اذا خلاص لو صار كذا تحتاج سنة وشوي عشان تقدر ترجع مرة ثانية. بس ترى واللي توضح لي في الفصل هذا انه ما في تواصل بين الملوك اللي حاليا موجودين هنا والحكام الموجودين هنا واللي موجودين في العالم الاخر، ما في اي تواصل بينهم بين بعض، انه ما يدرون ايش السالفه ولا ايش صاير، وقاعد يستنون انقاذ الملك الظلال وما يدرون اساسا وش نيه ملك الظلال اساسا وايش اللي يبغى يوصل له.
ملك الظلال نفسه احس تفكيره مختلف تماما عن تفكير الملوك كلهم وملك والمهندس اساسا. المهندس له خطه معينه، الملوك له خطه معينه، ملك الظلال مختلف تماما عنهم وما يبي يصير معهم. هل هو متمرد من اول؟ هل هو يعني على اخر عمره تمرد؟ ما تبينت بالنسبه لي، لكن اشوف انه ضدهم يعمل معهم. بس هذا الحبة طيب. قطر سول دعم 20 دولار اريجاتو 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 زي ما الشباب. اذا الخناجر حقت لاميش اقوى من الخنازير اللي اخذها سونغ من الملك باران، ما تشوف انها غلطه؟ لان باران ملك وكاميش مجرد تابع. هي سقطت من كاميش، ولكن الخناجر اصلا هي خناجر ملك التنين. هذا وجهه نظري انا، هي شاطحه بس ما اقدر اجاوب على ذا السؤال. اي تفضل. نقول ان هذه خناجر حقت كاميش. جاب الشاطح كاميش تنين، شلون كاتب خناجر؟ انا قاعد اقول لك نقول ان تم استخراجه من جسم كاميتش حراش بكاميتش انا احاول اوضح وجهه النظر. anyway يعني ممكن انا افهم فكره معاذ انك از جفت انك هزمت التنين. انا اي هذه بس انا بوصل النقطه الاساسيه. نقول ان هذا الخراج من كاميتش التنين، وبالنسبه للخراج اخذها من بران فهذا خناج من ملك او احد الملوك. شلون واحد من المتابعين يكون خناجره اقوى من احد الملوك؟ اطلع متابعين لو سمحت. واحد من المتابعين التابع قطعته مره وقطعك مره قال احسبه. وكل مقاطعه هذه قبل شيء وشي بنفس النقطه. لا هو على اساس طيب. anyway كل لفه قطع باش انا اسف خسره تمهيد اللي قبل احد التابعين كيف يصير وضعه. طيب المهم ف هل واحد تقطع حبل افكاره حتى التابعين؟ المهم فليش ان لو نقول ان كمتش خناجة اقوى من خناجر برام سبب انه قالوا في الشابتر الاخير ان المهندس يستطيع صنع اي شخص من الشخصيات حتى لو كانت في العالم الحقيقي يصنعها في الخيال حقه. شفنا ان سونجينو اخذ خناجة برام من لعبة المهندس هذه او من عالم المهندس هذه، فممكن يكون لها مخرج ان الخناجة هذه مو بخناجر بران الحقيقية، هذه خناجة تم صنعها مقاربة لخناجر بران. فهنا يكون القوة خناجة كيميتش، هذه خناجة كيميتش الحقيقية، بينما الخناجة اللي اخذها سونغ من العالم المصنوع هذا هي خناجة قريبة قوة من خناجة بران انها تم صنعها من قبل المهندس. حلو هذا كنت بوصل حبيبي على عدالة. انا استاذن قطعتني وتستاذن ايش من سعد؟ لا والله عندي شغله بسويها بس مشوار. ايه ترجع؟ لا مو مشوار مشوار بس شوف عشان تعال محلي. انا اعترض صار ترجع احتمال بس مو اكيد. هذا اهم شيء اعترض يعني بدلاله انه كلام الملوك قالوا لا نريد ان نكون دميه في يد المهندس لانه قادر على صنع اجسام ويستولي علينا زي ما صار في باران. فهو باران مستولى عليه في عالم سونغ غصبا عليه ولا يقدر يسوي شيء، فمعناته باران الاصلي هو اللي موجود في ذا العالم سواء محتوى بكامل قوته بنص قوته بعشر قوته ما يهمني، بس انه باران وباراده باران وهو باران ملك والاسلحه حقت باران نفسه، فكل شيء موجود كان اصلي. اصلي عليك نعم. الدروب اللي صار نفس اللي صار مع الافعى اللي في البدايه. اي اوكي لما خنق الافعى قال ان مخالب الافعى يمكن صنع منها خنجر قوي وذا ميزه، فممكن يصير الدروب اللي صار من التنين انه يصير سلاح صوري. ممكن اصلا ملك التنين مخلي خناجره مع ذا الحيوان، يمكن هذا اللي يركب فوق ظهره التنين يجي قاعد. ايش المشكله؟ ترى على فكره سونج ما يستخدم سلاح براء على طول. لا الخناجر يستخدمها مو بحقه بران على طول. نتذكر حقتهم يستخدم اكثر من خنجر، بس اقوى خنجرين عنده حاليا حقين بران. كم مره استخدمهم؟ يوم قاتل بيرو استخدمهم، يوم قاتل شو اسمه ذا ريجا برضو استخدمهم، نسخه ريجا استخدمهم. طيب في كل المواجهات يعني ما حددت قوة الخناجر حقت؟ لا من اول ما اخذوهم اعطاه السيستم قوتهم انهم يعطونا 200% دامج اتاك 200% من ايش اذا كان بيعطي كم ضد المهندس دبل وانت مغمض دبل اللي حقين ضمن
سلاير ملك سلاير. انا ودي اسال احمد شيء بس عشان انت تقول الحين سلاح اللي مع باران في عالم الشياطين هذا حقيقي؟ حقيقي. طيب هم قالوا ان باران تم سجنه من قبل ملك ظلال في العالم لا مدري ايش. ما قالوها انت افترضت. لا هو قالوها. متى قالوها؟ بالترجمه يا ابو خالد. الترجمه اللي قالوها الله بالخير. طيب الله بالخير. يقولوا هو قال بالضبط ان احنا ما نبغى نقاط ملك ظلال عشان ما يصير نفس اللي صار في باران اللي وداه لما مدري وين. اللي صار دميه في يد ملك الظلال. طيب صار دميه في ملك الظلال. ايوه يد المهندس. طيب احد ما ادري انا اشوف افتراضه مني ان المهندس المفروض ضد ملك الظلال. ليش؟ لانهم هم كانوا حاطين امال للمهندس اللي بيخلي ملك الظلال ضدهم، يوم صار العكس الحين مقاتلهم سونج قال ان ملك المهندس خاننا، لانه قال من قبل ان ملك الظلال عنده مهندس خلوه. فهنا بيكون في اشتباك عندي في المفاهيم. ليش؟ لان اذا كان هذا بقت مخوخ انا. طيب خلي اذا كان باران تم حبسه من قبل ملك الظلال، والتلفيل اللي قاعد يلف له الحين سونج هو من قبل المهندس، كذا كان المهندس وملك الظلال قاعد يتعاونون يصنعون نفس السيستم. انا هالشيء اشوفه غلط. صح، لانهم اعداء وليس اصدقاء. عكس صح في هذا الفصل قال احد الملوك بما ان سونج يعني وصل هذه القوة، فهذا يعني ان ملك الظلال مع المهندس يعملون مع بعض. اي اوكي انا ردت عليكم. ايش المعنى هذا؟ انا بالترجمة العربية كلام دحوم ما كان واضح ولا شلون؟ بالترجمة العربية اذا انت كنت متفق معايا انه ملك الظلال مع سونج. انا قاعد اقول لك، انا قاعد اقول لك هذه النقطة. انا اشوف انه مصنوع من زي المهندس. معاذ اتفق مع خمسة من نفس الوقت عادي. لا 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 اللي انت فهمني غلط، مو معناته ان انا ذا. هاي سؤال سؤال. لا لا ملك الظلال هذا ظلم ابو بكر. ملك الظلال مع مين؟ ملك الظلال الحالة قايل من زمان. مع مين؟ انا نفسي هو مع سونج. مع هو الحين انا اشوف انه في جانب سونج. في جانب سونج يعني ضد المهندس. ضد المهندس وضد الملوك. توقف مع المهندس. لا انا قاعد يا الله شو انك مو فاهمني. قلت لك ماني فاهم كنت تتكلم. طيب فهمني دحوم. طيب بعد اقول ايش فهمت؟ دقيقه ايش فهمت؟ دحوم ايش فهمت؟ انا جيت اتكلم الحين على موضوع ان في تعاون بين المهندس وملك الظلال. حلو، هذه بالترجمه الانجليزيه. بالترجمه العربيه كاتبين ان الملك الظلال تقاتل مع المهندس. بالترجمه الانجليزيه قالوا لا العكس. بغض النظر، لا مو بغض النظر، انا بفهم هذه النقطه. انا ابغاك تفهمني ايش فهمت. لا ايش فهمت؟ صح، صح، خلي عيد كلامه. صح على التعاون، صح على التعاون. لا 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 نقطة. وقال صح على التعاون. هو قال تعاون. ما أحد اللي ما بيشغل باكيت الاستقالات. معاد معاد. بس بوضح لي نقطة برأس. معاد والله بدك توضح. يلا. لا لا. وضح للناس. وضح للناس. أنا قلت. ليش أنا قاعد أقول إن خناجر باران مصنوع؟ ليش؟ لان اذا كانت حقيقيه فهذا معناته ان المهندس يتعاون مع ملك الظلال. هذا الشيء انا اللي ضده، عشان كذا قاعد اقول انها مصنوعه. ووضحت وجهه النظره زين. حلو وجهه النظره. سؤال عام. وجهه النظره سؤال عام. اشوف مهندس ضد ملك الظلال. انا بقول لك شغله. المهندس هو يسترجع المهندس هو قاعد يجيب سونج وعاء لملك الظلال. هو مقتنع تماما انه ملك الظلال بيجي ويقول اوه شكرا لك، انا خلاص انت رجعتني انا معاكم يا الملوك. حلو، ملك الظلال يا معطى القوة والوعي سونج ايش قال له؟ كيف تجروا يا ملك الظلال؟ هل تخوننا؟ هل تعرف ما معنى هذا؟ الملوك لن تصمت. فهو اعلن لك ملك الظلال انه ما هو معاهم، انا ضدكم وبوريكم ما هو معاهم. فالمهندس وملك انا قلت انا معاهم قبل شوي. انا قلت معاهم، انت قلت مع المهندس. المهندس مع الملوك. طبعا لو بده عشان اشرح لك شنو قاعد يقول. هو يقول ودخل بنقطه وراح لنقطه بدون لا يربط بينهم. اللي بيوصل لك بكل بساطه انه لو كانت الخناجر حقيقيه فهذه فيه اشاره على ان المهندس مع ملك الظلال، وهذا شيء انا ضده. فهمت الفكره ولا هذا اللي هو بيقوله؟ صح صح هذا اللي بيقوله. طيب خلينا اشرح له واشرح له. المهندس مسوي النظام سيستم جاهز يلفل اي شخصيه كانت بشري، الفس، قزم، دوارف، عملاق، ايا كان من سكان الفوضى. زي ما صار ملك الصقيع. زي ما صار ملك الصقيع حاليا
هو ال في الف شو اسمه باروكا، زي باروكا مو باروكا بس زي باروكا نفس الشيء. لهذا السبب من اول ما شافه قال بشري، ما تخيلت الا بشري يوصفه، مو متخيل وعاء وليس حاوية عشان لا يزعل زعزع، مو متخيل وعاء بشري يقدر يحتوي على كذا يقول حاوية قوة ملك الظلال، مو متقبل مو مصدق ذا الشيء، فهمت علي؟ فهم. بس هو يوم يعطيه الأسلحة، مو هو مهندس اللي معطيه الأسلحة، النظام أعطاه الأسلحة، النظام برمج على أن أيا كنت أنت بشري ألف أيا كنت تأخذ الأسلحة تأخذ القوة دي لين ما توصل لنقطة معينة اللي هي نقطة الإيقاظ، الحلم اللي شافه اللي شغل القلب، اللي منها المفروض سونج يتحول كومبليتلي أشبرن، يطلع لنا ملك الظلال أشبرن وليس سونج. واللي كثير كان معترض عليه في السابق انه يقولنا في واحد ثاني حي داخل سونج، تذكر كلامنا الاول كان معترضين عليه الحمد لله كلامنا صح، بس اوصل النقطه. فالحين لما انا كمهندس اسوي نظام عشان ارجع لكم ملك الظلال، اشغله لكم كوعاء كحاويه بيطلع ويشتغل وياكم سالتكم، اصير انا خاين لكم؟ ما انت بخاين، طبيعي انك تعطيه اقوى اسلحه عندك، تعطيه كل شيء عندك لانك تبي لبل، تبي يقوى، تبي يوصل لمستوى معين عشان بعدين يشتغل ملك الظلال ويصير يصفك ما يصير ضدك. فطبيعي انه يعطيه الحقيقيه ما يعطيه النسخه الكبي الضعيفه لو كانت كبي. يعني لو يعطيه الحقيقيه وهو مسجون من عند ملك الظلال، مين اللي مسجون من عند ملك الظلال؟ بران. لا احنا ما نبي نصير دميه عند ملك الظلال. المهندس الحين المهندس شاب بيصحي منه وبيصحي ابليس بيصحي اشبر، كان بيصحي شخص لديه قوه ملك الظلال متلاعب في مخه يكون في صفه. ملك الظلال لن يكون في صفه، هذا النظر اللي انا اشوفه. لا نظرة غلط، خلينا البدايه قايلين، لا 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 البدايه قايلين ملك الظلال ضدنا احنا الحكام، احنا الملوك، وعشان كذا هم كانوا يصنعون حاوية متلاعب فيها مخصوص. إذا ملك الظلال أشبرن ضدهم، ليش كان يقاتل الحكام قبل؟ هم أعداء الحكام. أشبرن قاعد يقاتل بران وذول فيهم، قاعد يقول ليش خدنا هم بران اللي خانهم، مو هو اللي خان بران. بران هو اللي خان ملك الظلال. الحين الملوك يقاتلون مين؟ الحكام. وأشبرن في الذكريات كان يقاتل مين؟ الملوك والحكام. لا الملوك جاب خانوا بعدين، بالأساس كان يقاتل مين؟ انا فاهم يا ماجد والله. لا ركز معي، انا جاوب على سؤال خلينا نركز. كان قاتل ملوك الحكام. لا يا عمي لا معاذ اساس كذا معاذ. لا يا امك معاذ غلط. لا دقيقه تايم اوت تايم اوت تايم اوت معاذ تايم اوت تايم اوت تايم اوت هدي اول شيء. كان قاتل الحكام فقط وخليفه، اللي انا كنت دائما اغلط بس بقول خلاص انا اسف يا خليفه. انا اتفق مع معاذ لان الملوك قال ان ملك الظلال ارسل بران للفراغ، يعني انه ما يقدر يتجسد مره اخرى. سلام شكرا لك علي، شكرا لك على دعمك. بليش راح نطبق كل الوضع، بس معاذ مش معي خطوه خطوه. قبل لا يطلع بران، قبل لا يطلع الملك الوحوش، كان قاتل الحكام. كان قاتل الحكام، مين كان يبزا معاه؟ بران وملك الوحوش. لا من اللي كان يبزا معاه قبل يطلعون؟ كان مع العمالقة والألفز والأوركس وكلهم ذي اللي كانوا معاه في صفة. طيب. معناته كل الملوك الثانيين معاه في صفة. ملك الظلال يقاتل مين؟ حكام أبو لجنة. الحكام. الحكام عدا مين؟ الملوك. الملوك. الحين لما هو طلع بران وملك الوحوش وبدأ يهجمون على جيشه. أيوه. وبدأ يقتلهم ويقاتلهم ويهزمهم، مش قال له بالضبط ليش خنتني؟ كان لا لو انك ما خنتني ايه بالضبط، لو انك ما خنتني كان فوز المعركه. فمين اللي خان من الملوك؟ خانوا ملك الظلال ولا ملك الظلال خان الملوك؟ الملوك خان ملك الظلال. بس هذا الفكره. فبالنهايه الملكين ذيلي مش كل الملوك، بران وملك الوحوش. الملكين ذيلي خانوا بران او خانوا يمكن الملوك كلهم مو بس بران، لان بران كان يقاتل باسم الملوك، انا قاعد اهزم الحكام. ملك الظلال أشبرن كان يقاتل الحكام، يقاتلهم باسم مين؟ باسم الملوك. فالمفروض انتم كلكم كملوك معاي في صفي، ليش الملكين ذي اللي خلوهم؟ ما ندري حتى الان، فهمت علي؟ ما ندري حتى، ما تقبصر. فانا الحين لما كنت تيجي تقول اشبر كان يقاتل الملوك والحكام، اقول لك لا غلط، ما كان يقاتل الملوك والحكام، كان يقاتل الحكام، بس في اثنين من الملوك خانوهم، ذاتس ات. والجماعه انا بس بامكاني اقول انا مو ضد نظريتك، النظريه ممكن تكون صريحه عشان صحيحه، ممكن تكون صحيحه، بس انا ما لي مقتنع فيها. انك انت تقول لما المهندس كان بيصنع شخصيه لا هي أشبرن ولا هي سونج، شخصيه مغسول مخها، هذا اللي تبي تقوله صح، مغسول مخها وتصير في صفهم. لا انا ما اشوف زي كذا، انا اشوف انه كان بيرجع أشبرن، قال اسي ولد اعظم ملك وما ادري شنو. فما في شيء اسمه انت كوعاء يا تطلع انت صاحب الوعاء اللي قارب، يا انت قارب يا انت الحاكم، شخصيه الضوء اللامع.
انت يا سونغ يا اشبرن، ما في شخص ثالث يجي في النص، فما في شخص ثالث. هو كان يبي يرجع اشبرن، يبي صحية بيطلعه في هذا العالم. صار شيء غلط هناك، نظرية احمد ان اشبرن نفسه هو اللي اعطى سونغ القوة، واظن انت كنت متفق معاه شيء زي كذا. فهذه النظرية واردة، انا برضو ماني ضدها. انا اشوف لا، سونغ هو اللي هكر النظام وسيطر وخذ القوة وما سمح لاشبرن يسيطر عليه، هذا اللي انا اشوفه. مو طبعا دحوم معترض معي وساعد يقول اي حق لكم، يقول ان اشبرن اقوى من انه يقدر سونغ يعترض عليه ولا ذا. ممكن هو يعني، ممكن هو زي ما قلتوا انتم فعلا نظريتكم قائمه. ممكن انا ابي اشوف، انا زهقت من القتال بشوف ذا البشر ايش بيسوي. ممكن هو لا، انا بخلي قوتي مع هذا البشري، انا بامن فيه وعجبني تفكيره، عجبني اسلوبه، بقاتل وياه. ممكن هو بس يعني اللي ظهر لنا ان ملك الظلال يحول كل الناس جيش له وقوته اسطوريه وخارقه، فمو بمنطقي انه يقاتل يعني الملوك والحكام في نفس الوقت، وكان يقاتل الحكام باسم الملوك وجاءت الخيانه. تفضل. طيب انا اشوف، وهو طبعا كلها فرضيات، بس انا ارى ان في الحرب كانوا في البدايه قاتلهم صف ملك الظلال، صح ولا انا غلطان؟ الملوك في صف ملك الظلال، الى ان قابت الحرب كانت ان تنتهي وكفت الملوك كانت هي العليا، صح ولا صح؟ انا ارى ان الملوك لحظتها كانوا يريدون انقلاب على ملك الظلال بسبب قوه ملك الظلال الغاشمه. خلاص في ذيك الحرب كانوا الملوك سوف يحكمون الكون، كنا نعتبر ان ما في الكون هذا الا قسمين، قسم الحكام وقسم الملوك، كان بينتصر الملوك فيها. لكن كان يبغون يشيلون ملك الظلال من السالفه، لان ملك الظلال هو القوه العظمى بينهم، هو اللي بيكون السوسه اللي لهم. فهنا حدث الانقلاب، فهنا صار ملك الظلال من انه كان معهم صار ضدهم، ضد جميع الملوك، ما اشوف بس باران والثاني اللي كانوا في ذيك الخطه، بس انه نقول نبيادق كانوا الاثنين موجودين هناك، اللي قالوا احنا راح نقاتل ملك الظلال هم باران والثاني موجود معه فيها. والدليل على شيء، كل الملوك قالوا يتقاتلوا فيهم، يقولون انه هل رجع الملك الظلال نفسه ولا هذه الحاويه حقه؟ لان لو رجع ملك الظلال كلهم عارفين ما حد يقدر عليه، لكن ما دام الحاويه قال لا انا متاكد ان ملك الظلال ما يحط السم فيها، بس ما زال متخوفين بسبب قوه ملك الظلال الحقيقيه اللي قاعد تطلع لهم فيها. فعشان كذا انا قاعد اقول لك ان ملك الظلال ليس مع ضد الملوك، وانه يقاتل ضد الملوك فيها. سؤال واحد مهم هو اللي حيوضح كل شيء. طيب هل باران كان يقاتل من بدايه الحرب؟ لا، كان يمثل اني قاعد يقاتل محمد. بس انا اتاكدت ان انت ما انت متذكر اصلا. لا اذكر بس زين، انه يوم دخل البوابه، يوم دخل البوابه جنوده موجودين، جيش موجود. هذا كلامي يا احمد، كل جنود الملوك موجودين. لا، فانه يمثل ما كان في ولا شيطان. صح، ما كان في ولا شيطان وما كان في ولا واحد من الوحوش حقين ملك الوحوش. الجيشين دول افتحت بوابتهم وخشوا في ملك الظلال على طول. كل الملوك وجيوشهم كانت تقاتل مع ملك الظلال سوا. يوم جو الحكام فكوا البوابة من فوق، جاء باران وجاء ملك الوحوش وخشوا كلهم في ملك الظلال. فكيف الملوك بيقلبون عليه هو لسه ما فاز اصلا؟ شضمن الفوز. بقول لك شغله، باران وملك الوحوش جو مع الحكام متزامنين في الوقت، خائنين لملك الظلال، والملوك كانوا يقاتلون. اصلا كون الملوك يسعون انهم يرجعون ملك الظلال، هذه الحالة تكفي انه ملك الظلال ما في صفهم، ما كانوا يبغون يسوون ذا الشيء، ما ولا هم خانوا، بس هم بعد ما راح ملك الظلال الاقوى خافوا من الملوك وخافوا من باران ذولي، فابتعدوا عن القتال وسحبوا جيوشهم لانهم ما حيقدروا يسوون شيء. طيب اعطيك اكبر رد عليها. اولا قبل بس انت رديت عليها، يلا رد. اولا هم لو كانوا هالشيء ما كانوا قالوا خلوا الملك الظلال من دعم المهندس، كانوا يقولون انه ما دام الملك الظلال هذا بيكون في صفنا. ثانيا يوم كانوا يتكلمون عن باران يتكلمون عن ملك الظلال، كانوا يتكلمون عن ملك الظلال الخائن، وكانوا يتكلمون عن الملك باران انه كانه شخص تبعهم فريق، ما جابوا اي طير انه ملك، اذا كان ملك الظلال مع الملوك الباقيين اللهم الخان باران والثاني، ما جابوا اي كلمه ان الملك باران خانهم ولا انه شرير ولا انه على العكس قالوا ان ملك الظلال خان. لا سلامتكم انتم، انت سلامتك اذا كانت ترجمة انا قريتها غلط، بس انا متاكد انه ما قال. ما الوحيد اللي قال خان، الوحيد اللي قال خاننا اللي هو المهندس بعد ما، لا ما اتكلم مهندس، اتكلم عن الملوك. هذا اللي هو هيدا اللي الملوك ولا واحد منهم جاء قال ان ملك الظلال هو خائن. لا اذا ذا اكون انا غلطان فيها. ليقا ملك عمالكم اللي قال.
ريجا يوم جاء سونغ على ان ملك الظلال كان يرحب ويحلي فيه يوم اكتشف ان سونغ غير كلامه خذ كلام اللي بالبدايه يوم كان يظن ان هذا اشبر اللي جاء قوه اي كان يرحب ويهلي حكام الملاعب من جاء الي مبسوط وخلاص بطل يوم شافه قال له انت لست ملك الظلال هنا قال اوكي انت عندك قوه والدليل الثاني على كلام ان 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 حاليا اشبر ان يعني لو اشبرن طلع كان بيكون في صفهم قارب نفسه شظيه الضوء قال لي ايش انتم عاملين حسابه ما تدروا عنه اللي هم كانوا عاملين حساب ان ملك الظلال في صفنا هم عاملين المهندس يتكفل بهم المهندس يقتله كان يمدي يقتله قبل لا يقوى هم كانوا يلفلون عشان يصحون ملك الظلال شوف المهندس يقول الان سيصحى اقوى ملك وما ادري ايش وبصير وبيكتسب القوه وما الى ذلك روح قول لا هذا اللي بقوله خلاص هذا اللي بقوله فكلمه قارب اكبر دليل على ان ملك الظلال كان لو صحى كان بيصير يصفهم بس لانه ما صحى وسونغ اللي مسيطر على قوه ملك الظلال حاليا فملك الظلال بشري وفي صف البشر هي اكبر طعنه في مخططات الملوك الملوك فرحانين يقول خلاص احنا بنفوز هذا اقوى شظيه ضوء علامه وهزمناه والوعاء حقه طلع خرابيط فخلاص انا حاليا انتصرنا كل اللي باقي خلاص ملك الظلال بيجي مهندس متكفل فيه وبندوس على الكل قال له هذا انت في شيء ما عملت حسابه اللي هو ان اشبرن ما صحى سونك مسيطر على الجسد طيب تقول ان بس تقول لا يقصد لو صحى كان بيصير بصف الملوك هو يقصد ان سونك حاليا ما صحى طيب خلونا نتكلم يلا خلاص دحوم بعدين نختم بسرعه يلا انا يعني جاتني نفس الفرضيه من زمان اللي هو فكره معاد يعني بالنسبه لي هذا رضيه يعني انه يوم دخل ملك الظلال قاتل ودخل بران مسكه ملك الظلال مسك بران قال ليش خنتني كان بإمكان إني أنا أنتصر عليهم نعم. اليوم لو إنك ما تدخل طبعا في أحد الترجمات أنا أكثر من ترجمة أزورو وميدوكس رح تشوفت بالإنجليزي على فكرة ترى بران أنا لحس مخي من الترجمة لكل ترجمة تعطيني نظرية وأنا ماني بعارف يعني لو كانت عندي رسمية كان بيكون أفضل لأن بران قال أنا هنا قال ليش خنتني وبسكه وكان خلاص بيقتله قل كلامك الأخير قال كلمة قال أنا هنا استدرجك كلمة استدرجك كأن يبون يقضون على ملك الظلال في هذا الليلة وكان ملك الظلال ما يجي إلا مرة واحدة في السنة أو مرة واحدة في خلال 10 سنوات أو مرة واحدة في فترة معينة حلو كلمة استدرجك طبعا ما أدري ممكن صحيحة ترجمة ممكن خاطئة بس إذا كانت صحيحة فيعني أن الحكام جايين قتلوا مع الملوك الملوك مو كلهم موجودين اثنين منهم او واحد منهم ظهر لهم ملك شياطين على اساس اذا كان فعلا يستدرجه فهو ضد ملك ضد الحكام وجاء وخلى ملك الظلال يتقاتل مع الحكام وانا اغدر فيه وننهي اللي هو ملك الظلال خلاص نفتك منه او نقدر بعدين نستدعيه كحليف لنا وغسلين مخه اللي ينصدم منه ملك اللي هو شو اسمه البران انه لقم ومات خلاص راح الى العالم الفراغ حلو لكن في هذه الليله في هذا اليوم ملك الظلال ممكن تم ختمه لانه ما عاد موجود فاستمروا الملوك في مخططاتهم الى ان وصلوا الى هذه الجزئيه انهم يقضون على الشظايا بناء على النبوءه اللي راح يكون فيه في كوكب الارض او في هذا العالم في الارض تماما راح تكون في حرب فهم كيف بناء على الكلمه اللي انا مش متاكد هل هي صحيحه ولا لا كلمه اني انا استدرجتك هنا توضح لي انه هو لازم مع الملوك والملوك نفسهم في الفصل هذا قالوا كانوا يذكرون اسم بران بس ما ذكروا بانه خاينهم لا بان حليفهم اللي مات وراح ما قالوا حليفهم ولا قالوا عدونا ايش يقولوا العدو يا اخي تفهم من السياق انت افهم هو ملك هم كان هذه النقطه اللي هم كانوا يتكلمون عنها مش السياق هذا السياق اللي بيتكلمون عنه ان احنا ما نبي يصير لنا نفس ما صار له لو انهزمنا على يد ملك الظلال هذا من السياق المهم السياق اللي فهمته بتفهم انه ما نبغى يصير لنا نفس ما لا مو حليفنا ما قالوا حليفنا وعدونا حليفنا صار له ذا الشيء لو انا انهزمت على يد ملك الظلال بيصير لي ذا الشيء ماجد في كل الاحوال هم مع بعض كلهم ملوك اكيد مع بعض أيوة. حتى اشبر معهم ايش يعني حلفاء إيه حلفاء ليش ما في ملك الظلال موجود في المعركه هذه فهمني انت لا ممكن انهم بيدخلون بعدين أيوة. ممكن انهم ما دخلوا دخل واحد ممكن قاتلوا في البدايه دخل واحد
ونيته كانت الخيانة على لسان ملك الظلال وهذا مات. الملوك الآخرين واحد منهم كذلك أكد موضوع الخيانة على يعني أنتم شايفين إن ليجا ترى مش صادق مع أن عمل الختم والختم كان صادق 100% ألين ما وقف اسأله هل أنت مع البشر انكتم. سونج جرب الختم عشان إذا كان عندكم لبس في موضوع الختم سونج جرب الختم كان بيقول كلمة كذب وسكت سكت فكان حكاية ليجا كلها صادقة 100% على أساس إن سونج فعلا من كلام ليجا يبين قال إن إذا أنت استخدمت إذا أنت امتلكت هذه القوة فيعني إن ملك الظلال خان الحكام أو خان الملوك وهو الآن عدو للملوك والحكام في نفس الوقت. هذا كلام ليجا وهذا كلام صحيح لأن المفروض هذه القوة تكون لملك الظلال وهو بنفسه يكون في صفنا مش في صف آخر. إيوه إذا راح مع البشر وخان الملوك. خان الملوك يعني مش مع الملوك. المفروض يجهز جيش يجهز قوته للحرب. هذا هذا كان كلام ريجا إنه لو أشبر ما أعطيك قوته برضافه هو خاننا لأنه المفروض القوة هذه يعطينا إياها صح إحنا. صح. وأنا أنا أي أنا على. وهذا اللي إحنا نقول إنه هو خاينهم ما يقدر. أنا أقول أنا أقول سونج محكم نظام. أي. أنا أقول. ملك الظلال بس عشان أفهم إنه نحن ضد الملوك. ملك الظلال مو مسوم. صباح الخير. طيب لا تقول ملك الظلال قول عشب. ما أنا أقول لك أنا أقول لك سونج وملك الظلال على توافق. طيب ليش قاعد أنت ضد كلامك قبل شوي قاعد أقول لك الملك الظلال ضد شباب. لا ضيع النقطة. هذا. لا ضيع النقطة. نقول ضد الملوك هذا في الفلاش باك في الحرب نتكلم. كنا نتكلم عن الفلاش باك. يعني على الحرب. يعني. قبل يخونون. في الفلاش باك كان مع. اكيد كان مع لان المفروض عندهم هم 9 ملوك مع بعض وعلى لسان ليجا حنا 9 ملوك ضد الحكام. شفنا فلاش باك احنا ان ملك الظلال كان جاهز كان يقتل ويهزم اعدائه جاء احد الملوك خان فهو مع الخيانه ما تجي الا من الحليف فهو مع الملوك 100% عقب الخيانه صار ضدهم عقب الخيانه الى الان عندنا فراغ كبير كيف تم ختمه هل هو معه ليش الان القوه عند سونج جينو ما نقدر نعرفه لكن الأكيد إن ملك الظلال لازال موجود ولازال يعطي قوته لسونج هل بإرادته هل ما قدر إيه غصبا عنه هل ما قدر عشان النظام هكر سونج النظام هذا شيء ما اتضح لكن أنا قاعد أقول إنه عنده القوة الكاملة لأن أنت متخيل يقول لك شخص هذه الأرض لا تقوى عليه ما تقدر تحمله تتوقع إنه فقط نظام او مهندس لا طبعا عليه. لا طبعا انا اقول النظام هذا شيء مفصول واتوقع انه سونج هكره لكن لا زالت اراده ملك الظلال موجوده ويبغى سونج يوصل لحاجه معينه هذا وجهه نظري يعني. طيب بس بحث نقاط الحروب عطى نظر بالي فرصه متكل كل شيء انا اول شيء مع شباب الصراحه ما ادري اذا انا ضد معادل الاداء لكن انا اشوف انه ملك الظلال مع الملوك واكبر دليل اللي هو قاله برهما صراحة نقطة اللي هي المهندس انه يعني خيانة الملوك له كأنه او بعض الملوك كأنه هذه يعني كأنه من دمه يمكن صار يمكن جلادهم ملك التنانين يمكن صار شيء يعني يحتاجون ملك الظلال بالحرب الأخيرة ممكن ملك التنانين قام يدخل بكم اي شيء يعني لانه كل ملك التنانين وملك الظلال ما لهم وعاء يعني يحتويهم الا شيء قوي وتطور حبة حبة ولكن أشوف إنه اللي صار مع ملك الظلال يبين لي إنه لا مع الملوك واللي صار مع المهندس لا الملوك يبونه سواء بالطيب بالغاصب يبونه يجي سواء مغسول مخ ولا ذا لا يبونه يجي ملك الظلال ويعطي القوة سونج سواء برضاه ولا بغير رضاه يعني أنا أشوف إنه برهم يقول إنه هكر النظام لا أنا أشوف إنه النظام ذا موجود ولا تهكر ولا ذا لكن وشو هذا ماشي على كل النظام بشكل عام اشوف ان الملوك اللي جابوه عشان يعني انه شو تقوى كفاتهم بلا لاحظ قطعنا عشان ما اي تفضل خلاص نقفل النقطه ذي خلاص كل واحد طيب وجاوبنا هذا عشان اعرف انت مختلف ايش انا الحين بتكلم عقب ما تمت خيانه ملك الظلال عقب ما تمت خيانه ملك الظلال هنا عرف ملك الظلال ان في الملوك تم ان الملوك تمت خيانته ان تمت خيانه ملك الظلال قبل الملوك فهنا صارت الحقد فيهم انه خلاص انا ضد الملوك وضد حكام ان الملوك ما يبغوني بصفه اني قوي جدا والحكام اوريدي ضد الملوك فيها فبالنسبه لنقطه دحوم يوم يقول ان المهندس ما اعتقد ان سونج هيكل الى اخره انا اشوف اصلا النظام لا يستطيع او لا تستطيع تاسيس النظام الا اذا كان في توافق بينك
وبين المهندس، لكن الملك الظلال ضد المهندس ضد الملوك. فأنا أشوف إيش الشيء اللي توافق مع القصة، إن ملك الظلال تلاعب المهندس وأوهم إنه هو معهم عشان يقدر يفعلون النظام فيها، اللي هو ما أنت ما يمديك تعطي قوتك لشخص مع احترامي منهم مهندس قدام ملك الظلال عشان يقدر يتحكم أو يقدر يلف الواحد في قوة ملك الظلال فيها. فأنا أشوف إن ملك الظلال هنا تلاعب المهندس وأوهمه إنه هو يستطيع إعطاء القوة هذه اللي يحاول هذه عشان يقدر يخدم مصالح الملوك اللي كانوا ينتظرون ملك الظلال يطلع يكون في صفهم. فهنا تمت تلاعب المهندس مقابل ملك الظلال إنه أوهم إنه معه في صفهم. لكن يوم وصل النقطة المحورية، نقطة يوم وراه الماضي عن الحرب اللي صارت، وان الحين يلا بنعطيك الليفل اب اللي بتقوى فيه يا سونج جنو اللي بترجع فيه ملك الظلال اللي بيكون مع الملوك، هنا تدخل ملك الظلال الاساسي اللي هو راشبل اسمه ما ادري شو اشبل اللي هو هذا تدخل هنا. ليش؟ انه هو ضد الملوك، وانه هنا صار في خيانه ضد مهندس. عشان كذا استغرب الملوك الباقيين وش قالوا، قالوا انه شلون يعني هل الحين المهندس وملك الظلال قاعد يتعاونون مع بعض وخانونا؟ ليش؟ لانهم هم ما يدرون ان اصلا اوريدي تم تلعب المهندس من قبل ملك الظلال فيه. فانا اشوف ان سونج ما هكر النظام، واصلا النظام ما يقدر تاسسه الا برضا من ملك الظلال. ملك الظلال اوريدي هو عنده السلطه ما زالت موجوده فيها، لكن هو قاعد يمشي الحين لغايه في نفس ملك الظلال. ملك الظلال حاليا في صف سونج جنو، هذا اللي انا شايفه. لا لا بنقفل بس قبل رد سريع، رد سريع بس عشان توضح سريع يعني رد يلا رد كل اللي قال معاذ فرضيات وما يعني حق اللي يفترض اللي يبي ما ظهر شيء حتى لو اني اثبت وياك عكس الشيء. بس انا سالفه ان النظام انشرح وقال ان انا المهندس مو انا اللي اخترتك، مو انا اللي اعطيتك القوه، مو انا اللي سويت، انا سويت نظام يخليك تلفل عشان تصير انت وياه. ذاتس ات، بس ذاتس ات، سويت نظام. فما في شيء اسمه الملك يعني ملك الظلال تلاعب بالمهندس عشان يختار سونج عشان بس هو يقول انا ما اخترت شيء اساسا. النظام لا تغير، ما قطعتك يا معاذ، ما قطعتك الله يرضى عليك، ما قطعتك خلاص قطع، خليني اكمل. مو لازم ابدا انك انت تسوي اي شيء عشان تتلاعب بالمهندس ولا ذا. النظام محطوط في شروط، اي احد يدخل الدنجن هذا ويتطبق عليه الشروط، شجاعه الضعيف ياخذ القوه، سواء كان بشري ألف عملاق دوارف أيا كان هذا الشيء، ما يهم شو أنت تأخذ القوة هذه وتتلفل. لو وصلت لفل 40 يفتح لك الوظيفة، لو وصلت لفل 100 يتيجي سالفة الذكريات، مهما مرة ترجع لنفس المكان وتتفعل الذكريات وش اسمه يتفعل قلب ملك الظلال. هذا النظام اللي سواه المهندس ذات سيت. فكل شيء ماشي صح حسب ما النظام ماشي صح. الصدمة اللي صارت وقت تفعيل القوة، وقت تفعيل القلب، المفروض اللي يصحى أشبرون اللي هو ملك الظلال، اللي صحى سونج بقوة أشبرون، عنده قلب ملك الظلال، بس ملك الظلال ما هو موجود، أشبرون ما هو موجود، اللي موجود سونج. هنا طلعت الكلمة اللي انتوا قاعد تفسرونها غلط، انك انت حاليا بتصير عدو الملوك وعدو الحكام. مو انت يا أشبرون، انت يا سونج. يعني عندك قوة ملك الظلال، أنت كملك الظلال الجديد اللي اسمك سونج وليس أشبرون أصبحت عدو للملوك والحكام. هذه الجزئية اللي أنا بوصلها المهمة بالموضوع. لما يقولها المهندس ولما يقولها ملك ريغ، هذا المقصود فيها. أنت حاليا يا سونج صرت كأنك عدو لأنك أنت كملك ظلال مفروض أنك من الملوك، فأنت عدو الحكام. وانت كشخص استخدم قوه ملك، الملك ما راح يرضى راسك ولا شيء، بيهجمون عليك. ولكن اللي اتضح لنا بالقصه ان اقوى شخصيه معول على سونج اصلا، فسونج حاليا ما هو عدو للحكام، خلاص صار عدو الملوك فقط. لان الحاكم قال له انت فرحانك بتفوز في شيء مو بعامل حساب، ان قوه ملك الظلال اللي انتم معولين عليها اصبحت عند بشري وصارت في صفنا. فزي كذا كسر الباب وطلع النمل عشان تبلغ سونج وتيجي سونج، وفعلا جاء ورا حتى قارب الخطه ووراه كل شيء عشان يصير في الصوره وفاهم، وابو سونج عارف الخطه وفاهم كل شيء. فالحكام ما هم ضد ملك الظلال الحالي الحقيقي وليس أشبرون اللي هو حاليا ملك الظلال سونج. فالكلمه اللي يقولها المهندس ويوم يقولها ريكا تفسر بالطريقه هذه، انت يا سونج حاليا اللي ما قوه ملك الظلال، انت كمالك المفروض انك عدو للحكام. لهذا السبب للتذكير النقطه اللي كنت الراشد، لهذا السبب التنين كاميش قال له ترى في اربع بشرين عندهم قوه حكام بيكونون اعداءك، لان انت ملك المفروض انك عدو الحكام باي ديفولت، خلاص انت عدو للحكام.
لأنك ملك، بس هو فعليا ما هو ملك الظلال، هو سونغ جين وو ملك البشر. الملك الحالي. أوكي. يلا روح. أعطيت لقب من عندي. ومن من أرى. يلا خلاص بدنا نختم يلا. والله أنا أتفق معك في كل كلمة قلتها، يعني هو يمكن وجه الاختلاف بيني وبينك بسيط جدا. ألا هو أنه يعني سونغ يمثل البشر فقط. هاي. سونغ في صف البشر، هذا كلام جوجل. هاي. يقول له في الوقت اللي يطلب منك اختيار أرجوك اختر جانب البشر. هاي. أنا معاك إن الحكام في جانب البشر، بس في قلت لك في بعض الحكام هاي قد لا يهتمون ولا يكترثون للبشر. هاي. حلو. فسونغ حيكون زي جبهة ثالثة، لو في حاكم ما يهتم للبشر بادوس على وجهه، بس أنا ماني بعدو للحكام، أنا عدو للي ضد البشرية. اي احد ضد البشر انا عدوه، يعني كده انا اقول لك هو طرف ثالث، انا ضدكم يا الحق يا الملوك، وهذا علني لان الملوك قالوا بنمح البشر، فهو ضدكم 100%. الحكام اللي بيحاول يأذي البشر انا ضده، اللي زي شضية الضوء اللامع اللي يساعد البشر، وزي ابو سونغ اللي يحمي اوكي انا معاه، اللي بيحاول يتعدى على البشر انا ضده. هذا اساس كده اقول لكم في يعني برضه حتى مع الحكام ما هو 100%، فهو طرف ثالث، هو وملك الظلال أشبر. أنا أشوف ملك الظلال معطي القوة برضا وبإرادته، يعني هو زي اللي يقول أنا كم مرة عشت، هم قالوا كل ما تموت سنة وترجع، فهو رجع وحاول وخانوه، أو خلنا نفترض أنه هزم مرة ثانية خانوه الملوك، قالوا بينا جربت ذولي وجربت ذولي ما في مخير، خلنا نشوف هذا البشر إيش يطلع منه. ممتاز. كذا نكون وصلنا لنهاية هذا البث الجميل والرائع من سولو ليفلينج، دائما النقاش في سولو حماس ونار. نقرا بس كم تعليق على السريع قبل لا نختم. لا لا حرق رواية ممكن. لا 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 تعليقات الدعم وكذا بس. السلام عليكم، مساء الخير، شلونكم مقدمين مودز ومشاهدين؟ ريجاتويا محسن برضو في تعليق في البداية كنت بقرا هيرو ديفل 77 تركي، اهلا اهلا اهلا. يقول أول بث أحضر لسولو وأخيرا، وشكرا يا شباب على دعمكم، بابقى شيء على 100,000 وإن شاء الله نجيبها أسرع وقت، وزعزع على قصيدك لأن بنت الشعر زعزع. تسلم يا تركي. أي. بس هذا التعليقات الباقي اللي تعليقات القصة ما نقدر نقراها إن شاء الله. نعم كذا وصلنا للنهاية، بالختام قولوا معاي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا اشترك القناة وضغط زر اللايك وشير. نشوفكم على خير. الموضوع مطفي بس أنا نسيت مفهي ريكوردينج. طفي.